سوي خير وذب الشط، من هالمثل أو المقولة المنتشرة بهالفترة نبدأ الحديث بموضوعنا ببرنامج حرير لهذا اليوم. بالوقت اللي صار اللي يسوي الخير أو يساعد الآخر أو يدعم عملة نادرة بمجتمعنا، ونسمع أو نشوف هيد شخصيات نقول أي باه الدنيا والله بعدها بخير. نفس الوقت الشخص هذا اللي يسوي خير من ما يشوف شكر أو تقدير أو احترام للعمل اللي قدمه للآخرين، بدأ يقلل من عمل الخير أو يحاول يتجنب هذا العمل. بالمقابل احنا مع انه اللي يسوي خير ما يحتاج ينتظر لا شكر ولا مقابل، ولازم يتحلى بنكران الذات. الفكرة انه بعض الاشخاص للأسف عموا على بعض الاشخاص الاخرين اللي فعلا محتاجين المساعدة او الدعم ولو كان معنوي، بسبب تعاملهم مع أصحاب عمل الخير بأسلوب خاطئ يقلل من تفكيرهم العام بخصوص عمل الخير مستقبلا. بنهاية كلامنا، الخير اللي ما يوصل ما يروح للشاط، لأن الخير لله مو للأشخاص.